نبدأ بسفيان. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكل والمشاهدين تولينا زادة فهمتي. إن شاء الله مانا لفوا لأرواحكم، لفوا لأرواحكم. نسا سفيان الدهش، يلا انطلق. ياخذوا يعطوا، هاي شمسة، هاي ريح، مانا حاول هسا كدوفق منك، ثبت سخنة أنزع، بردة ألبس، ردوا بالكم على أرواحكم، إن شاء الله نعديوا عشوية هكا فهمتي ولا ضامرة. ضامرة إن شاء الله. وعلى ذكر الثمار سعدي زيداني، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بيك أختي ربيب، من علاقة لا 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 زيداني بالمر. ما هو ذا مر هو سعدي يا سفيان. مر همان أعطيتني كلمة أختي ربيب ولا ما هو استغرب واستنكر وندد دمك صرت يبقى طول عمره يستغرب، إذا كيف طول عمره يستغرب حب يسلم على عبيد خويا يعني. المكلف بشؤون الخارجية لازم لبس نقول له إن شاء الله بداية أسبوع، بداية أسبوع، نهاية أسبوع سريعة فهمتني. إن شاء الله يوم أربعة، أول نهار في الشهر على الأقل قصدك. دونك إن شاء الله وسط أسبوع معناها سريع ومريح فهمتني. إن شاء الله سيدي رمضان على أبواب، إن شاء الله معناها شهر الرحمة والمحبة معناها فهمتني. إن شاء الله يا ربي خفيف نظيف ونعديه مع بعضنا كالعادة، سويتين خفيف نظاف من الخمسة للسبعة، مع تحياتنا اللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن، وخاصة خارج حدود الوطن. خاصة وشكرا مرة كلمة ليك أنت. مرحبا سعد، يعطيك الصحة. وميرسي الحسين في الديجيتال، كيفاش ورا خدمة سعد الزيداني والأوراق النشرة؟ شنو قال سفيان في الأوف؟ في الأوف قال باش الإدارة زعما زماني قاعد نخدم. برافو سفيان. الأوراق الكل ما فيهم حتى شيء مكتوب فيه معنى. بين الإدارة تثبت بالقداء، طاقة عندكم الكاميروات والواحد يثبت، ما في حتى ورقة فيها حاجة تخص الخدمة. هذه النكت، هذه الشعر، هذوما باقي النكت، هذا باقي الشعر، هذوما معلومات معناها معلومات نعطيكم بعد فهمتني. هذه نتائج الرياضة، بما أني أنا ريت نتائج خاطر زمت شوية اليوم كهو معناها زوز أسترا كهو. تعطينا نتائج المباراة نتاع اليوم سعد الزيداني يلا اليوم فهمتني. ويمكن يكون عندنا اتصال بسي بن حسان. ما عليه هو كان موجود قبيلة في الكيب مع حاتم. بن حسان اليوم قاعد يخدم على روحه، يخدم على روحه واحتراز ودنيا احتراز. الجولة الأولى بديناها باحتراز، احترازات وفماش فار وبعطيك حاسيلو باش تولي ابارتير من 2 مارس نورمالمون. شنو صار من غير فار اليوم؟ لا فما فار عاد اليوم. مرحبا مرحبا ودخلت الكورة دقيقة تدخل الأرض. وانت علاش غايب دقيقة؟ بقصعة غايب. أنا نحترم الإدارة، وكي يجيني تحياتنا الإدارة من عند الإدارة، ما لبيت الواجب، لبي الواجب بارك الله عليك. مهما تكون مدة السلوحية مهما تكون مدة السلوحية دونك فماش فار اليوم يا سي سفيان. وي دونك أخبار صحيحة اليوم فماش فار أبارتي من غدوة، قال والله أعلم مازالوا ما دخلش باش يتركبوا الدنيا الكل فهمني. شبيه قالوا في الديوانة، قالوا والله أعلم. المهم غدوا يبدأ الفار، ما يزلش مش مشكل. المهم صار المعون في الديوانة، قالوا ما زلنا نستنوا في التأكيد في الديوانة. أما ليه غدوا تبدأ غدوا يرجع يتركب الفار وكل ما شيء. أرزمو بديت اليوم البوط ولا في على الأقل احترمنا واحد مارس معناها الدات اللي باش تبدأ فيها بديت. أي أما وفي بالاحترازات بس نورمال اخي، اي فريق اي فريق عنده الحق اذا يحترز. اذا ترى فيها ظلم ما عندك تحترز باش على الاقل تضمن حقكم. اذا تحترز وبعد انت شوفوا صحيح معني هذيك واهم حتى ثم برشا عباد مثلا يقول لك كاري راينا ليلى عندك اشكاليه انت ترى فيه حق. اول ما تخرج الكره كما اول ما تخرج الكره، اول بعد خروج الكره بعد الفوت تعمل الاحتراز نتاعك فهمتني. زاد في في زاد صارت مشاكل كبيره، مش مشاكل كبيره برشا معناها تقريبا انسحاب الاولمبي البيجي، المدرب طلب انسحاب جواري ترى هو خاطر اخر ماتش، هو اخر ماتش شنو اللي فما شنو هو الماتش فيه والله انا بيجي والله ما انا ما فقتش الحقيقه ما نعرفش قاعد اتفرج ما كالعاده بيان سور على منصه الديوان بيان سور تلقاو الفيديوهات نتاع البونتويت وكل شيء دونك ما انا بيجي ما فهمتش فماش حاجه ما ريتش حاجه معناها اللي تخلي شنو الحاجه اللي تخلي المشكله الكبيره تصير بالطريقه هذيك كثير ما نعرفش ان توكا ان شاء الله تنفع المشاكل هذه وتتواصل. تبدا التوتر توتر زاد يدخل علينا الربيع راهو ما تنساش راهو الربيع مو يقلب النفوس راهو يبدا نفسانيا يتشكشك الواحد فهمتني. هو سبب ما فماش فار اليوم راجع انه الشركه المختصه تاخرت بعض الوقت في تقديم الاوراق الخاصه للديوان التونسيه رغم وصول معدات لتونس منذ يوم الاحد. قلت لك محجوزه في الديوانه فهمني ولا بيروقراطيه بيروقراطيه هكا تو نحن في تونس كان بالله تو كيسي عبد المجيد
ما يبعثكش السي عبد الرحمن، السي عبد الرحمن يبعثك المدام سونيا، ومدام سونيا تبعثك السي منير، لا يعيش منير مش يسالي في الجمعه ويبعثك هو كيف راني انا من طرف فلان. قالك في اليابان، علاش باليابان ناجحين؟ قال خاطر عمره ما عمركش سمعت بواحد مثلا دخل قال راني انا من طرف سينا كازاكي. فرقش الياباني تخلوا قالوا اهلا بيك سي هوتو شومو، راني انا من طرف سينا كازاكي. معني سيد دراشكون والله كلام زياد تلمساني يحكي يحكي فيها. قال يلعب حسين قاعد يعدينا في الفيديوهات نتاعو، تفرجنا في منصه ديوان بيوتيوب وخذ شويه، حتى هو ديجا طرق جراي خذا ورقه حمراء في قبل في اخر الماتش. اخر الماتش كان متوتر شويه الاعصاب. اسمع مو شوف زاد توا بليف خاطر توا النقطه بحسابها والتتويج صحيح معناها ديما اللي بالنقطه باش تربحها في مكتوبك هذيك. ان شاء الله تزيد تهدى الفوز الجوله الجولات القادمه ونشوفوا كوره ونشوفوا جماهير حاضره وبغير حتى عش ومشاكل وضرب ومضروب. فهمني ولا سي لاباس؟ لاباس هو قالت هدى النفوس. انت شنو الحركه اللي عملتها؟ لا لا قريت بكري معناها حب ينطحوا فهمتي. شكون ينطح شكون؟ نقص غير هو. هو 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 صديقنا المدرب معناها متخلف على الاخر. انا نعرفه انجح مدرب في البطوله سنين هو جا بحذانا قداش مره حتى انا حبايبي بحذانا ما رفيتش غش كان غش صعيب صعيب بالحق تحسه حس بالظلم. الله اعلم شنو الحكايه بالضبط، هو شنو شافوها كيفاش صارت. ان شاء الله ربي يهدي نفوس. فهمني ولا درساف؟ نشوف اختنا درساف زميلتنا درساف. زميلتك في ليه شنو هو زميل؟ ماني انا محكم دولي يا اخي، محكم عندي جوار في قسم الرياضه. شنو هو عندي كفبي؟ ليه ليه خلينا نحكي من فراغ. درساف القنواتي قنواتي القنواتي تقول عيطوا لي قنواتي، اما هو اللقب تاعها قنواتي تقرا بالنجي القنواتي اللي قرا معانا. اي شوف نجي القنواتي يحكي في صحيح يا بلال ولا ما نعرفش. نعرف نجي القنواتي ممثل تحيه ليه، اما الموضوع هذا تقعد في القهوه انت وخويا سفيان تخلص عليه كيستي خلص عليك كروك. خويا كنت قاعد تحكي انت ويا اخي نين قاعد نحكي ما تكلمش يعني قاعد لا تفرج في لا تفرج في الماتشات فهمتي ولا ولا نعرف درساف ولا اكثر من القنوات ما نعرفش نتناقشوا انت مزوز ويقول لك تقول انت سفيان بالقاف شاك انتم قاعدين تاكلوا في التاي خزر لك هو خزر لك هو ديما يخزر لي ديما يخزر له ديما المفروض هكا كان سفيان اون توكا بعد نحكي لك بعد نحكيها سعدي في الاوف الفيديوهات وكل شيء موجود على باج ديوان ولا على البلاتفورم بتاعنا بطبيعه الحال.